يعني العالم له معايير اخرى واللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في رابعه ابتدائي وكل الحاجات اللي احنا بنقولها دي. ايه المشكله مع مجلس النواب؟ هل حضرتك مش عايز تروح مجلس النواب؟ يا فندم، احنا اولا بنكن كل الاحترام والتقدير لمجلس النواب، ويعني انا وزملائي النواب والمختصين في مجلس النواب او مجلس الشيوخ تقريبا بشكل يومي، يعني جميع اللجان اللي في مجلس النواب سواء كانت لجنه التعليم او لجنه حقوق الانسان او غيرهم، احنا في مجلس النواب كنا النهارده في مجلس النواب فريق التعليم الفني كان بيبحث قانون انشاء يعني هيئه للجوده في التعليم الفني، والحمد لله تمت بسلام والموافقه النهائيه خلاص يعني خلال ايام، فده انجازات كبيره جدا. مجلس النواب طلب جلسه عامه يوم الثلاث اللي هو بكره، واحنا كنا مرتبطين ارتباطات دوليه زي اللي حضرتك شايفه في دبي، فبعتنا اعتذار رسمي يوم الخميس للسيد وزير الشؤون النيابيه وللامانه العامه والرئيس المجلس بشكل محترم جدا، وقلنا لهم يا جماعه احنا راجعين يوم الاربعاء، اي وقت بعده ان شاء الله يوم الخميس احنا تحت امر، ده كل حصل، فما فيش احنا عندنا كل ما هو جيد نقوله في مجلس النواب. يعني حضرتك هتذهب لمجلس النواب حال رجوعك الى مصر؟ طبعا، ودايما بنعمل كده بقالنا سنين، ما فيش اي سبيل يعني، وزي ما قلت لحضرتك احنا يعني ما فيش يوم بيعدي الا وحد لا، هما النواب بيتكلموا على حضور الوزير نفسه مش ناس من وزاره التربيه والتعليم. قصه ابسط من هذا بكثير، هم قالوا لنا معلومه يوم الثلاث دي اللي هو بكره، قالوها لي يوم الخميس، طبعا بعد ما كنا عندنا ارتباطات يعني بقالها شهر بنعد ايديها، يعني النهارده عشان بس الناس تبقى عارفه احنا مرتبطين في ندوه كبرى مع البنك الدولي، كان صباح النهارده كل ده حصل النهارده، مع يعني نائب رئيس البنك الدولي للتعليم واخرين من مجموعه كبيره جدا، والريجنال دايركتور او الانترناشونال دايركتور بتاع الاديوكيشن بتاع اليونيسيف، دي كانت الصبح، وراها مؤسسه عطاء الاماراتيه فيها مجموعه من ضمنها طبعا وزير التعليم الاماراتي، وراها الجلسه الثالثه اليونيسيف بيستعرض تجربه مصر امام الدول الاعضاء، وكان البنك الدولي بيستعرض تجربه مصر امام الدول الاعضاء، ومدعوين الوزير العربي الوحيد اللي مدعو لاطلاق مؤشر بنك المعرفه مؤشر المعرفه العالمي اللي حصل النهارده الساعه 7 مساء توقيت دبي، فدي كلها وفي بكره لسته زي دي بالظبط، فكلها حاجات مهمه جدا، فقلنا لهم ال 48 ساعه دول فيهم هذه الارتباطات نعملها لانها مهمه برضه، اكيد كل الساده النواب شايفين تاثيرها على العالم الخارجي، وزي ما حضرتك سامع قد ايه تقدمنا في هذا المؤشر، نعمل حاجه مهمه جدا ان شاء الله نشاركهم فيها بعد الوصول المباشره. فما فيش مشكلة في الحضور أمام النواب ومناقشة إشكاليات التعليم المصري وشرح خطة الوزارة، كل ده عادي يعني، ما فيش أي مشكلة يعني، الوزير متاح حالما يعود إلى مصر. معلش أنا بكرر وأؤكد تاني علشان الناس تبقى ولجنة التعليم طبعا هي المنوطة ببحث قضايا التعليم الفنية، ودي احنا معاها على مدار السنة بشكل يعني دائم، ما فيش مشكلة خالص.